Hello our dear students and welcome back to our branch algebra unit 2 lesson 3 logarithmic functions and its graph logarithmic function and its graph y equals log base a x where x equals a or y where a belong to r positive except the set 1 x belong to r positive and y belong to r these conditions عشان نبتدي نتكلم عن طيب فور اكزامبل عايزين نعرف نعمل كونفرت ما بين الاكسبوننشال فانكشن واللوجاريتمك فانكشن طيب لو انا عندي كده لوج بيز 3 81 ايكوالز 4 ازاي احوله لاكسبوننشال فهقول كده ان 3 باور 4 ايكوالز 81 تمام تاني لوج بيز 3 1 اوفر 9 ايكوالز نيجاتيف 2 فالمفروض ان البيز بتاع اللوج يرفع ده كده كباور تبقى 3 باور نيجاتيف 2 ايكوالز 1 اوفر 9 تمام طيب العكس 4 سكوير equals 16 هاجي اكتبها لوج ازاي البيز اللي هو 4 هيتحط هو هو البيز بتاع اللوج يبقى لوج بيز 4 بس اللي جوه اللوج هيبقى 16 ايكوالز الباور بيتحط من بره اوكي طيب برضو 2 to the power of negative 3 equals 1 over 8 تعالوا نحولها للوج كده ده البيز أنا هحطه برضه البيز بتاع اللوج فيبقى لوج بيز 2 الريزلت هو اللي بيبقى جوه كلمة اللوج يبقى 1 اوفر 8 اللي بره هتبقى جوه اللوج والباور بيكون بار اند سو تمام طيب ريماركس ومهمة جدا أول حاجة ذا algorithmic of non-positive number is meaningless يعني إيه؟ يعني لو عندي لوج بيز 2 نيجاتيف 3 الكلام دوت مالوش معنى ما ينفعش إن يبقى اللي جوه belong to are negative log base 5 negative 8 and log 0 is meaningless and so on لازم اللي يكون جوه كلمة log لازم يكون belong to or positive دي أول حاجة تاني حاجة the base A البيز بتاع ال log must be a positive number differs 1 ما ينفعش يكون 1 وما ينفعش يكون negative number يعني المنظر اللي قدامي ده log base negative 2 3 meaningless log base negative 5 8 meaningless برضه يبقى ما ينفعش البيز اللي موجود تحت اللي هو الايه؟ يكون بنمبر نيجاتيف او 1 تمام؟ طيب في نمبر 3 if the base of the logarithm 10 then the logarithm is called the common logarithm and the base is called common base. It's agreed to omit this base in writing. For example, log base 10 3 is written as log 3 على طول يبقى انا لو ما فيش عندي base يبقى لازم اكون عارف ان البيز ده كده بكام ب 10. طيب the logarithmic function if a belong to r positive except the set 1 then the function f r positive to r where f of x log 4x is called the logarithmic function the relation between the exponential function and the logarithmic function. تعالوا نكتشف ال دي We had studied before the graph of the exponential function f where f of x equals 3 to the power of x. Then أنا أقدر أشيل كلمة f of x وأخليها y فهتكون y equals 3 to the power of x. Then we form the following table. نقدر نعمل التيبل اللي إحنا متفقين عليه من قبل كده. اللي هو عندي الـ x، الـ x وليكن مثلاً أحطها من negative 2, negative 1, 0, 1, 2 وأروح أعمل direct substitution. يعني علشان اطلع الاف اوف اكس اشيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف 2 فتبقى 3 باور نيجاتيف 2 ويتش ايكوالز 1 اوفر 9 شيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف 1 هتكون 1 اوفر 3 شيل الاكس واحط مكانها 0 فهتكون 1 تكون 3 9 تمام انا كده عملت التيبل بتاع الاكسبوننشال فانكشن باي ريبليسنج ذا تو فاريبلز وي جيت ذا انفرس فانكشن احنا عايزين نجيب الانفرس فانكشن بقى بتاعه الكلام اللي احنا بنتكلم عليه هشيل الواي واحط مكانها اكس مكان ال y دي كده هحط x زي ما احنا قلنا قبل كده في ال inverse function. ومكان ال x هحط y فهتكون x equals 3 power y which is equivalent to the logarithmic 4 y equals log 3x تعالوا نشوف ازاي. if negative 1 x equals log 3x to draw this function we replace the values of x by the values of y in the previous table احنا متفقين ان احنا في الانفرس بعكس الاكس مع الواي فاحنا المفروض ان احنا نعمل ايه هنعكس التيبل بدل ما كان تحت في 1 اوفر 9 1 اوفر 3 1 3 9 احطهم مع الاكس وهحط الفاليوز بتاعت الواي العكس نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 طيب تعالوا نروح نعمل الجراف نعمل الجراف للاثنين احنا عاملين الاثنين تيبلز فهحط البوينتس بتاعت اول حاجه الاكسبوننشال وهرسم اللاين بتاعي وهحط دي كده اف اوف اكس ايكوالز 3 تو ذا باور اوف اكس هحط البوينتس الثانيه بتاعت اللوغاريتم وهرسم الكيرف بتاعي يبقى زي الفور اف تو ذا باور اوف نيجاتيف 1 اكس ايكوالز لوج 3 اكس طيب واخدين بالنا من حاجه دي كده الفانكشن والانفرس بتاعتها انا كنت بعرف الفانكشن والانفرس بتاعتها ازاي لما بيكون الاثنين عاملين هنا كده لما بيكون اللين اللي في النص ده بيكون هو المرور بيكون ال symmetric يعني الاثنين symmetric about the line x equal y or y equals x. طيب the graph representation of the logarithmic function f where f of x equals log a x the graph of the logarithmic function will be in the shape of one of the following figures according to the value of the base a. اول كيس لو الـ A مور ذان 1 فاكرين الكيسز ديت كانت موجوده في الاكسبوننشال بس ده الانفرس بتاعها طيب لو الـ A مور ذان 1 طبيعي تكون الانفرس بتاعت الثانيه فهيكون شكل الجراف بالمنظر ده وهتكون بتعدي على البوينت هناك كانت بتعدي على 0 and 1 هنا بتعدي على البوينت 1 and 0 عشان دي الانفرس بتاعتها فاحنا عكسنا الاثنين طيب لو الـ A مور ذان 0 اند ليس ذان 1 هيكون الجراف بالشكل ده وهتكون بتعدي على البوينت 1 اند 0 يبقى لما تكون ال A مور ذان 1 هيكون الجراف انكريزنج ولما تكون ال A مور ذان 0 اند ليس ذان 1 هيكون الجراف ديكريزنج والاثنين بيعدوا من عند البوينت 1 اند 0 طيب تعالوا نروح ل some properties of the logarithmic function f where f of x equals log base a x نمبر 1 واول حاجه الدومين اوف ذا لوجاريثميك فانكشن ايكوالز ار بوزيتيف الفاليوز بتاعت الاكس اللي انا ينفع ان انا احطها ينفع ان انا احط فاليوز للاكس بوزيتيف بس طيب تاني حاجه ذا رينج اوف ذا لوجاريثميك فانكشن ايكوالز ار لو انا عملت كده يبقى الرينج الناحيه الثانيه هيطلع ار نمبر 3 The logarithmic function is increasing when a more than 1 واحنا لسه قايلين الكلام ده and it's decreasing when the A more than 0 and less than 1 number 4 all curves of the logarithmic functions for any positive base doesn't equal to 1 passes through the point 1 and 0 حاجة مهمة جداً ما ينفعش من الbase تحت يكون equals to 1 ما ينفعش طيب number 5 the logarithmic function is one to one زي ما احنا شفنا في الجراف بتاعها اكيد هي one to one يبقى if log a x equals log a y this is means ان اكيد ال x equals to y في example number one find the value of x if number one log base 2 x equals negative 4 number 2 log 9 81 root 3 equals x 3 3 log base 1 over 2x equals negative 3. 4 4 log base x8 equals to 6. يلا بينا. نمبر 1 اتفقنا على حاجة since in log 2x equals negative 4 أنا ينفع إن أنا أحولها بشكل تاني خالص. أنا ينفع إن أنا أعمل كده أحولها لإكسبونينشال لو أنا مش عارف أحلها وعندي مشكلة جوه اللوج في الإكس فدي كده هتكون x equals 2 power negative 4 طب انا كده جبت السوليوشن اه يبقى زي 4 x equals 1 over 2 power 4 which equals 1 over 16 دي كده كانت نمبر 1 طيب تعالوا نروح لنمبر 2 since ان log base 9 81 root 3 equals x طب انا هعمل ايه هعمل كده برضو 9 to the power of x equals 81 root 3 يبقى 9 ينفع اخليها 3 فهتبقى 3 to the power of 2x عشان 2 هتعمل تايمز مع x equals ال 81 اللي هي 3 power 4 و 3 انا حولتها ل اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده فتبقى 3 power 1 over 2 طيب هعمل تايمز للي بره كده هتكون 3 power 2x equals 3 power 9 over 2 تمام base equal base يبقى power equal power يبقى 0.4 4 2x equals 9 over 2 يبقى 0.4 4 x equals 9 over 4. طب انا كنت اقدر من الاول انا عندي كل ده لو انا كنت جيت حطيته على الكالكليتر لو انت عندك سؤال تشوز كان هيطلع لك الاكس على طول. تمام. طيب. طيب تعالوا نروح لنمبر 3 نمبر 3 log base 1 over 2 x equals negative 3 يبقى 0.4 4 x equals 1 اوفر 2 تو ذا باور اوف نيجاتيف 3 تمام صح كده ركز وانت بتعمل ده باور نيجاتيف 3 قلب فهتبقى 2 تو ذا باور اوف 3 يبقى زير فور ال x equals to 8 طيب في نمبر 4 سنس ان لوج بيز x 8 equals 6 يبقى انا اقدر احولها ل اه هتبقى x power 6 equals 8 تمام يبقى زير x to the power of 6 equals 2 to the power of 3 يبقى therefore x to the power of 6 equals square root 2 to the power of 6 طيب power equal power يبقى ال base equal ال base or ال power equal to 0 طبعا ده doesn't satisfy لان ال عندي قصادي ب 6 يبقى therefore ال base x equals square root 2 وكنت اقدر اعمل حاجه من الاول ان power 6 دي كده تروح الناحيه التانيه بال 6 root Okay. Okay. Now we example. number 2. Find in R the solution set of each of the following equations. Number 1. Log base x 7x equals 2. Number 2. Log base 2 x square plus 3 over 4x equals negative 2. Number 3. Log base 2 log base 3 x square minus 7x plus 21, which equals 2. نمبر 4 لوج بيز 2 اكس سكوير 3 لوج بيز 2 x ايكوالز 4 يلا بينا نروح نعمل السليشن. في نمبر 1 مديني لوج اكس 7 x ايكوالز 2 انا هحولها للشكل الثاني الاكسبوننشال عشان انا عندي الاكسات جوه اللوج فانا هعمل ايه؟ فهتبقى اكس باور اوف 2 ايكوالز 7 x طيب انا كده خرجت من موضوع اللوج دخلت في حاجه ثاني دخلت في ايكويشن quadratic equation يبقى المفروض ان انا اعمل ايه ادخل ال7x جوه تبقى x باور 2 7x طيب اعمل سوليوشن هنا ازاي هايست كومن فاكتور هاخد الاكس بره هايست كومن فاكتور كده هيكون عندي اثنين سوليوشنز في عندي x 0 وفي عندي x 7 ما تسيبش السوليوشن بتاعك وتمشي انت لازم ترجع تتاكد ان الاكس ساتسفاي الايكويشن بتاعتك ازاي احنا قايلين ان الاكس ايكوال زيرو لما تلاقي فيه زيرو هتلاقي فيه 1 هتلاقي فيه نيجاتيف نمبر يبقى لازم ترجع تتاكد ان انت صح طيب الاكس ايكوال زيرو بص الاكس هنا نمبر 1 ما ينفعش البيز ده يكون بزيرو يبقى دي كده ريفيوزد ما ينفعش اللي جوه كمان يكون بزيرو يبقى دي كده اكيد ريفيوزد يبقى لازم ارجع اتاكد يبقى ساعتها هيكون السوليوشن سيت عندي اكس ايكوالز تو 7 بس يبقى therefore the ذا سوليوشن سيت ايكوالز ذا سيت 7 نمبر 2: since إن لوج بيز 2 x squared plus 3 over 4x equals negative 2، فأنا برضو أقدر أعمل كده، فهيكون x power 2 plus 3 over 4x equals 2 to the power of negative 2. يبقى therefore 2 to the power of negative 2, which equals 1 over 4. هدخل دي جوه وتبقى quadratic equation وأرجع أعمل factorize. بعد ما عملت سمبليفاي رحت عامل تايمز 4 يبقى 0 4 4x squared plus 3x minus 1 which equals to 0. هعمل فاكتورايز براكت يطلع x plus 1 براكت الثاني يطلع 4x minus 1 which equals to 0. يبقى 0 4 x equals negative 1 و x equals 1 over 4. لازم ارجع اتاكد خاصة لو في عندي رقم نيجاتيف النيجاتيف ده هرجع اشوف مكان الاكس x فين. طيب مكان الاكس ممكن النيجاتيف يبقى تمام يبقى هاجي على الكالكليتر اشيل كل اكس واحط مكانها نيجاتيف 1 المفروض ان هي في الاخر تطلع لي نيجاتيف 2 لو ما طلعتش يبقى ده كده مش مظبوط طيب جيت حطيت النيجاتيف 1 طلعت فير في v. جيت حطيت ال1 اوفر 4 طلعت برده فير في يبقى الاثنين ما فيش فيهم مشكله يبقى زير فور سوليوشن سيت ايكوالز ذا سيت نيجاتيف 1 اند 1 اوفر 4 طيب تعالوا نروح لنمبر 3 في نمبر 3 ايه ده يا مستر ده انا عندي اثنين لوج جوه بعض طب هعمل ايه؟ هبتدي من بره يبقى اول حاجه هعملها هعمل كده هتبقى 2 باور 1 ايكوالز الحاجات اللي جوه يبقى 2 باور 1 ايكوالز لوج 3 اكس سكوير ماينس 7 اكس بلس 21 وخلي بالك 2 باور 1 اللي هي ب 2 في نفس الوقت طيب هرجع اعمل تاني هعمل كده بقى عايز اشيل اللوج الاخير اللي عندي فهتكون x باور 2 ماينس 7 x بلس 21 ايكوالز 3 باور 2 which equals 9 طب اعمل ايه في ده؟ دخل ال 9 جوه فلما تدخل جوه تبقى اكس باور 2 ماينس 7 اكس بلس 12 which ايكوالز تو زيرو وارجع اعمل فاكتورايز براكت اكس ماينس 3 وبراكت اكس ماينس 4 ايكوالز تو زيرو يبقى 0 4 the solution set هيكون 3 اند 4 لازم ارجع اتاكد ان انا الحل بتاعي صح يبقى الاثنين فيرفي يبقى 0 the 4 ذا سوليوشن ست ايكوالز ذا 3 اند 4 طيب تعالوا نروح لنمبر 4 نمبر 4 انا عايزك تاخد بالك من حاجه انت عندك لوج بيز 2 اكس باور 2 ماينس 3 لوج 2 اكس الاثنين عندهم نفس البيز واحده باور 2 والثانيه من غير باور 2 وفي نمبر بره لو دخل جوه دي كده هتبقى كوادراتيك مستر كوادراتيك ازاي عامله زي اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4 طيب انت لو انت بتعمل فاكتورييز على الكلكوليتر هتحطها زي ما انا قلت كده كانها اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4 وانت هتحط الكووفيشنت بتاعتك بس تاخد بالك ان الفاكتورايز المره دي مش هيطلع x ده هنا هيكون لوج 2x وهنا لوج 2x مره نيجاتيف 4 ومره بوزيتيف 1 طيب انا كده عندي اثنين سوليوشن يا اما لوج 2x ايكوالز 4 فانا اعرف اتصرف في دي زير 4 انا ال 2 ينفع تعمل كده تبقى 2 باور 4 ايكوالز x ويتش ايكوالز 16 تمام طيب الناحيه الثانيه كان فيها Log 2x equals negative 1. we can do 2 power negative 1 equals x. x equals 1 over 2, the bird over v. Therefore, the solution set equals the set 16 and 1 over 2. i will do the example number 3. If the curve of the function f, where f of x equals log a, x passes through the point 27 and 3. Find the value of a, our haga. Then draw the graph of the function taking x belong to interval, closed interval 1 over 9 and 9. Then from the graph, deduce the domain, range, monotony, and point of intersection with the x axis. Domain. Type. Number two, find an approximated value to the number log base 3, 6. ده شبه الكلام اللي احنا كنا اتكلمنا فيه على الاكسبوننشال تمام بالظبط. طب يلا بينا نروح نعمل السوليوشن. Since إن f of x equals log 3x for each x more than 0, ال a belong to r positive except the set 1, حاجات كلها اللي احنا متفقين عليها. يبقى since إن الـ point 27 and 3 belong to the curve of the function, يبقى الكلام دوت معناه ان انا هشيل كل اكس واحط مكانها 27 واشيل كل واي واحط مكانها 3 يلا بينا اف اوف اكس اللي هي الواي وحطيت مكانها 3 لوج البيز تحت كان ايه والاكس شيل الاكس واحط مكانها 27 طيب بعد ما وصلت للكلام ده ينفع ان انا احل بقى أو ينفع ان انت تقول ان ايه باور 3 equals 27 this is means ان A equals to 3 طيب عرفت ال بكام؟ اه رجعها في مكانها في الفونكشن يبقى therefore f of x equals log base 3 x طيب كان عايز ايه تاني؟ كان عايز جراف فانا هروح اعمل كده اول حاجه 1 over 9 وبعمل تايمز البيز تايمز 3 فتبقى 1 over 3 تايمز 3 فتبقى 1 تايمز 3 فتبقى 3 تايمز 3 فتبقى 9 اند سو اون تمام؟ طيب تحت هعمل دايركت سبستيوشن شيل كل x واحط مكانها 1 اوفر 9. الثانية أشيل كل إكس وأحط مكانها 1 over 3. 1, 3, 9 and so on. طلعت الفونكشن بتاعتي، تعالوا نروح نعمل الجراف. عملت الجراف طلع بالمنظر ده. تمام. الحاجات اللي كان طالبها مني. Notice that it's choosing the values of إكس from the powers of the base. 3 power negative 2, 3 power negative 1, 3 power 0, 3 power 1, 3 power 2. كأني بعمل times 3 كل مرة. From the graph we find that the domain are positive, the range are. احنا متفقين على الكلام ده أصلا من قبل ما نبتدي، أكيد. تمام. طيب, the function is increasing on its domain. تمام, ال function بيحصل لها increasing في ال domain بتاعها. تالت حاجة, the curve intersects the x-axis at the point 1 and 0. يبقى بيعمل انترسكشن للإكس أكسس عند البوينت 1 أند 0. وتاني حاجة كان طالبها مني لو ما كانت الإكس ب 6 يبقى هطلع كده لغاية الكيرف أول ما أقابل الكيرف أروح أشوف الواي بتاعته بكام؟ هتطلع الواي 1.8. أو أبروكسيميتلي 1.6. يبقى لوج 3 6 إيكوالز أبروكسيميتلي 1.6. طب أنا يا مستر في الإمتحان كتبتها 1.8 أكسبت. مادام بتجيب ابروكسيميتد فاليو من على الجراف. Okay, let's go to example number four. In example number four, find the domain of each of the functions that are defined by the following rules. Number one, f of x equals log base four, four minus x. Number two, f of x equals log base one minus x, five. Number three, equals log base x minus three, x. في نمبر 4 اف اوف اكس ايكوالز لوج بيز 3 ماينس اكس اكس طيب تعالوا نروح نعمل السوليوشن خلي بالك انا المره دي عايز الدومين طيب الدومين كل مكان ليه حاجه مميزه ليه في نمبر 1 since ان الفانكشن از ديفايند فور اول فاليوز اوف اكس ويتش فير في المفروض ان الجزء اللي جوه ده يكون بلونج تو ار بوزيتيف يعني ايه ار بوزيتيف يعني مور ذان زيرو فانا خدت الجزء اللي جوه اللوج لو 4 minus x، قلت إن 4 minus x more than 0. فـ 4 ال x less than 4. تمام؟ يبقى ال domain بتاع أول حاجة of f equals less than 4 معناها من negative infinity ل open 4. right remember that the function f where f of x equals log base a x is defined for all the values of x and a. which فرفي لو ال x more than zero المكان اللي احنا بنتكلم على المكان المكان اللي هنا لازم يكون more than zero طيب ال a برضه لازم تكون more than zero اللي هي البيز في شرط تاني لل a ان ال a doesn't equal to 1 فلازم اخد بالي من الكلام ده كويس طيب في نمبر 2 f of x equals log base 1 minus x5 طيب عندي الفكره في المكان بتاع ال a يبقى انا هنا كده اول ما اجي اشتغل في الاي اللي هو البيز لازم اكون واخد بالي من حاجتين طب يلا بينا في في ان 1 ماينس اكس اللي هو الجزء اللي هو بتاع البيز ده لازم يكون بلونج للار بوزيتيف وده معناه ان هو يكون مور زين زيرو زي اللي هنا طيب تاني كونديشن ان 1 ماينس اكس دازنت ايكولز تو 1 طيب حلو ماشي طيب هنا الاكس لو جت خرجت بره كده فهتكون اكس لسه 1 وهنا الاكس لو جت خرجت بره وال1 دخلت مكانها فهتكون اكس doesnt equals to 0 يبقى الاكس less than 1 الاكس doesnt equals to 0 يبقى زير فور ذا دومين دي كده معناها من نيجاتيف انفينيتي لجت 1 اوبن طيب انا مش عايز الزيرو معايا هل الانترفال دي بتعدي على الزيرو اه طبعا بتعدي على الزيرو طب انا المفروض اعمل ايه انا المفروض ان الاكس ما بتكونش ايكوال زيرو يبقى هاجي تحت الدومين of f equals open negative infinity open one except the set 0. تعالوا نروح نشوف number 3. Number 3 عندي مشكله في مكانين مشكله في البيز base ومشكله في اللي جوه ال The function is defined for all values of x which. أول حاجة المكان اللي جوه ال ده المفروض إن هو يكون belong to r positive فأنا جيت قلت إن هو more than 0. المكان اللي تحت ده المفروض إن هو عنده شرطين. مرة x minus 3 مور ذان 0 ومرة x minus 3 doesn't equal to 1 عشان احنا اتفقنا ان البيز ما ينفعش يكون equal to 1 أول واحدة زي ما هي ما هي شغل. نيجاتيف 3 في ثانية واحدة هتخرج بره فهتكون x more than 3 تمام ثالث واحدة negative 3 هتخرج بره فهتكون x doesn't equal to 4 طيب هنا الدومين هيكون طب واحدة واحدة الاكس x more than 0 يعني انا جيت عملت كده في هنا زيرو والاكس مور ذان زيرو فجت عملت كده طيب اكس مور ذان 3 كان في هنا 3 فدي اوبن ودي جت عملت كده ده كده وده كده طيب انا عشان اجيب الدومين بتاع كل ده لازم اعمل انترسكشن انا بتكلم على اول اتنين انترفال بس طيب الانترسكشن بتاع الاتنين انترفال بيبتدي من هنا ومكمل لغايه انفينيتي يبقى اوبن 3 اوبن انفنتي طب يا مستر انا كان عندي مشكلة في ان الـ x ما ينفعش تكون بـ 4. طب الأول اتأكد ان الانترفال بتاعتك بتعدي على الـ 4، اه بتعدي على الـ 4، الـ 4 هنا. يبقى هاجي اقول له: then ذا the domain of f equals open 3, open infinity, except the set 4. تعالوا نروح لـ number 4. The function is defined for all values of x which؟ انا عندي هنا في number 4 برضو المشكلة في مكانين. فانا هاخد المكان اللي هنا مور ذان زيرو والمكان اللي هنا مور ذان زيرو برضو اللي هو البيز و3 ماينس اكس دوزنت ايكولز تو 1 طيب دي كده تمام هنا الاكس هخرجها بره فهتكون الاكس ليس ذان 3 وهنا الاكس هخرجها بره وداخل مكانها ال1 فهتكون الاكس دوزنت ايكولز 2 طيب نفس الكلام المره دي الاكس مور ذان 0 دي 0 دي اوبن مشيت كده اكس 3 ادي 3 هنا اوبن برده مشيت كده طيب الاول هات لي الانترسكشن ما بين الاثنين انترفال دول من اول هنا لغايه هنا يبقى اوبن 0 اوبن 3 في حاجه فيها مشكله ال 2 يبقى ما ينفعش ال 2 تكون معايا يبقى زيرو فور ذا دومين اوبن 0 open 3 except the set 2 the example number 5 For example number 5 use the curve of the function f where f of x equals log base 3 x to graph each of the functions that are defined by the following rules and from the graph find the domain the range and the monotony number 1 g of x equals log base 3 x plus 2 خلي بالك plus 2 ديت مش جوه log طيب نمبر 2 k of x equals log base 3 all x minus 1 تمام طيب. تعالوا نروح نحل النمبر 1 طيب في نمبر 1 the curve of the function g is the same curve of the function f by vertical displacement 2 units in the direction of o y واحنا كنا قايلين الكلام ده كنا قايلين لو في عندك الترانسليشن بره الإكس فهو بيحصل ترانسليشن على الواي. طيب تعالوا نعمل الجراف دي كده الفانكشن العاديه بتاعتي بتاعت اللوغاريزم اللي هي بتعدي على 1 و0 تمام طيب دي كده اللي هي f of x equals log 3x طيب. لما جيت رحت تعمل بلس 2 بلس 2 بره راحت عامله ترانسليشن للكيرف ده على الواي اكسس. فبقت بدل ما بتعدي من عند الـ .1 و 0 ده هي بتعدي من عند الـ .1 و 2 يبقى زادت في الـ Y تمام طيب ده كده مين؟ ده كده G of X اللي هو equals log base 3 X plus 2 طيب في الحالة دي الـ domain هيكون open 0 open infinity أكيد الـ range R the function is increasing on its domain تعالوا نروح لـ number 2 نمبر 2 the curve of the function k is the same curve of the function f by horizontal displacement one unit in the direction of OX هو ايه الفرق ما بين 1 و 2 ال 1 كانت بلس 2 بره المرة دي ماينس 1 دي محطوطة مع البراكت جوه ال X جوه كلمة log فده الترانسليشن اللي بيحصل على الـ X طيب تعالوا نشوف كده دي الفونكشن الأساسية بتاعتي اللي هي f of x equals log 3x الفانكشن الجديده هيحصل لها ترانسليشن بس المره دي على الاكس مش على الواي يعني هي هتتحرك ناحيه الاكس ناحيه البوزيتيف بارت 1 يونت تمام يبقى بدل ما هي بتعدي من عند البوينت دي لا هي بتعدي من عند البوينت بدل 1 و 0 هتكون 2 and 0 يبقى حصل كده يبقى دي كده كي اوف اكس which equals log 3x minus 1 تمام طيب الدومين هنا equals open 1 open infinity the range اكيد r the function is increasing on its domain and so on في الترانسفورميشن اللي احنا واخدينها في اليونت الأولين وهكذا till here our dear students we have come to the end of this lesson i hope you enjoyed and i will see you in the next lesson goodbye فهمت الدرس ده وقت التطبيق مع تدريبات واختبارات نافس حمل الان